اكتر ناس معرضه لخساره العضلات في شهر رمضان هم الاكتومورف، او بالبلدي كده الناس الرفيعين. يبقى المعلومات او النصائح اللي هتقال في حلقه النهارده هتنفع الاكتومورف، ويبقى اكيد هتنفع اي حد غيرهم. طيب الاكتومورف او اللي بيخسر عضلاته وتحديدا في شهر رمضان يعمل ايه؟ خلال شهر رمضان ما يتمرنش ازيد من 3 ل 4 ايام في الاسبوع بحد اقصى، والتمرين ما تزيدش عن 45 دقيقة بس. طبعا قولا واحدا ان هو يتمرن بعد الفطار، ويفضل ان يكون عدى عليك وجبتين كاملين. يزود البروتين بتاعه اكتر شوية من الايام العادية، يعني مثلا لو انت كنت بتاخد فرخة في اليوم في الايام العادية، فخليهم في شهر رمضان او خلال وقت الافطار فرخة ونص. يحاول بقدر الامكان ان هو ما يبذلش اي مجهود بدني او ضغط عصبي خلال فترة الصيام. دايما الناس الاكتومورف او شديد النحافة بيبقى عندهم كده عدم قابلية للاكل، لا لازم يخصب على نفسه شوية كده ويسترجل وياكل النظام الغذائي او السعرات الحرارية بتاعته كاملة خلال فترة الافطار، خصوصا هي تبقى 8 ساعات بس معلش يخصب على نفسه وياكل نظامه الغذائي او جدوله الغذائي بشكل كامل. لو الظروف المادية تمام معاك يبقى هتشتري مكمل كازين، اي نوع من انواع الكازين، وتاخد سكوب منه قبل اذان الفجر مباشرة مع 300 ملي لبن كامل الدسم. من الحاجات برضو اللي هتنفعك في المكملات الغذائيه البي سي دبل اي والمالتي فيتامين. لو التزمت بالحاجات البسيطه ديت اضمن لك ان انت هتقلل جدا او هتمنع كمان الهدم العضلي خلال شهر رمضان. لو عايز تعرف اكتر يعني ايه اكتومورف، وعايز تعرف اكتر معلومات عن شهر رمضان، هتلاقي اللينك ظاهر فوق دلوقتي، دوس عليه، وهتلاقي لينكات سلسله شهر رمضان موجوده في صندوق الديسكريبشن تحت. لو بتشوف الفيديو دوت على الفيسبوك ما تنساش تشترك في قناتي على اليوتيوب، ولو بتشوفه على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. اشوفكم على خير.